احنا النهارده في اليوم الاول من المعسكر التدريبي الاول لمؤسسه حياه كريمه لعام 2024. عمليه انتقاء المتدربين وعمليه اختيارهم استغرقت اكتر من شهرين. بدانا مع الطلاب في فتره الامتحانات بمبادره وي سبورت، كنا من خلالها موجودين مع الطلاب خلال فتره امتحاناتهم، بنقدم لهم الدعم النفسي وكمان بنعرض معاهم خطه مؤسسه حياه كريمه لصيف 2024. متحمسة جدا بعد ما عرفت ان في منافسة ما بيننا وبين محافظات تانية، ان شاء الله المحافظة بتاعتنا تبقى المركز الاول، ومتحمسة جدا بعد ما شفت الاجندة بتاعت النهاردة ومليانة وركشوب كتير، وخصوصا ان احنا هنتكلم عن القضية الفلسطينية وتأثيرها على الامن القومي المصري. اسيبكم بقى عشان اشوف انشطة اليوم النهاردة. سجلت على اللينك، اتقبلت، جالي رسالة القبول، رحت المحافظة في كفر الشيخ للمعسكر، سجلت ومليت بياناتي، اتقبلت في اول معسكر لحياة كريمة في محافظة الاسماعيلية. موجودين النهاردة في اليوم الثاني من معسكر حياة كريمة أجيليوس محافظة الاسماعيلية. يعني يمكن ابدأ من كلام القيادة السياسية ان احنا محتاجين نتكلم مع شبابنا، فاحنا موجودين النهارده علشان نتكلم مع شبابنا ونسمعهم هما بيتكلموا مع بعض بيفكروا في ايه، ايه اللي هما محتاجينه علشان يواجهوا اي تغييرات او اي التغييرات الحاده بالذات اللي بتحصل على مستوى العالم حاليا. اهم حاجه بتميز معسكرات حياه كريمه هي ان الشباب المتطوعين القدام مع شباب الجامعات اللي حابين ينضموا لحياه كريمه بيقعدوا مع بعض ايام المعسكر في نوع من انواع التعايش. الحقيقة أني دي أول مرة أشارك في معسكر الحياة كريمة. أنا الأول عرفت إزاي المعسكر ده، أنا كنت قدمت على أبليكيشن على الويب سايت وجالي أن أنا أروح أعمل انترفيو الأول، ورحت وعملت الانترفيو ومليت الاستمارة، وساعتها عرفت أن أنا هسافر المعسكر. الحقيقة أن أنا هي فعلا أول مرة، ولكن أنا استفدت كتير جدا. أنا على فكرة من أصغر المتطوعين الموجودين في حياة كريمة، أنا سني 15 سنة، وده بيدل أن مؤسسة حياة كريمة بتدعم الشباب وبتدعم الأطفال اللي هم سنهم صغير. أنا طبعا سعيد أن أنا موجود النهارده في المعسكر. اتعلمنا حاجات كتير قوي من المعسكر ده، ومن ضمنها ان احنا اتعاملنا مع المحافظات التانيه، ما بقيناش القاهره ومحافظات، لا كلنا بقينا واحد. النهارده معسكر حياه كريمه ولمؤسسه حياه كريمه يعني بتقوم بيه زي ما بنقول من A to Z. الحقيقه المعسكر كان فيه ورش تدريبيه كتير جدا على محاور مختلفه، كان في مهارات التواصل، فده كان هدف برضو من اهداف المعسكر، ان هو اهميه التطوع واهميه اثره على المجتمع عشان نقدر نوصل لاكبر كم من الناس عندهم احتياجات فعلا ونلبيها. وباذن الله ده مش يعني دي نقطه انطلاق زي ما بنقول، المعسكر استهدفنا 160 شاب من اقليم دلتا بس، لكن بعد كده ان شاء الله هيكون في، يعني احنا هدفنا السنه دي ان احنا يكون في 2000 شاب ينضموا معانا في المعسكرات، فزي ما نقول دي نقطه البدايه لسه، والمعسكرات اللي جايه ان شاء الله تكون احسن واحسن. احنا خلاص وصلنا نهايه فعاليات معسكر اجايل يوس اللي عملته مؤسسه حياه كريمه، المعسكر الاول في صيف 2024. الحقيقه ان انا استفدت جدا، دي اول مره اشارك في معسكر شبه كده، والحقيقه ان انا نميت كتير قوي من مهاراتي، وقدرت ان انا اتعرف على ناس جديده مش بس في محافظتي ولكن في محافظات تانية، وقدرت ان انا اكون نتورك كبيره قوي من العلاقات. سعيده بالمشاركه دي، واتمنى ان هي تتكرر تاني مره واثنين وثلاثه. النهارده كان ختام معسكر اجايل يوس، كان المعسكر الاول من نوع نادي، وبجد معسكر انا حزين انه انتهى النهارده علشان كان مثمر جدا، وبشكر مؤسسه حياه كريمه على المعسكر دوت، واتمنى يكون في فرص اكتر ان احنا نتجمع مع بعض ونستفيد من خبرات بعض، وشكرا مؤسسه حياه كريمه. بنهايه اليوم نختم ختام المعسكر، النهارده استمتعت جدا، وبصراحه انا استفدت في المعسكر ده ان انا اتعرفت على ناس جديده من محافظات مختلفه.